الحين هنتكلم على برنامج اللي بيبرمج السيارة الفرامل والبنزين بالادابتيف كروز كنترول. يصير الكروز كنترول مثبت السرعة متطور بحيث انه يفرمل السيارة او يسرعها حسب ما نبغى من سرعة 30 كيلو لسرعة 250 كيلو. So you were saying? And we have four different distances between the car we can choose. Let's go for the shortest distance between the cars. Okay. Now we set up the speed. It works between 30 and 250. Okay. Let's go to 50. Okay. Maybe for in-town driving. Okay. This symbol is the car in front of you, this little green car. Okay, so what the radar picks it up. Yeah. Okay. And to activate the system, just pull the ACC lever to you. And now we have two radar cars. Yes, your okay. car, and the car radar signal, okay. and the car in front. Okay. Now you can release the brakes and the car should stay. Exactly. No. شفت رجلنا الفرامل السيارة واقفة. Okay, this is very nice. Actually. I know that our other brands they started with it, but now with the braking and stuff, yeah, this is new. That's new. Okay, very but nice. Let's say, be prepared for braking all the time. Yeah. What can happen is when we are driving a very sharp corner, that you lose the radar signal and your car speeds up. Onto automatically by itself on the speed we set up before. Yes, yes. So maybe use the brakes. If you brake, immediately you switch off the system, and to reactivate it, just pull it again and to bring it back. Okay. Okay. Let's try. Thank you. فهم جهاز. دحين أنت كان اللي يثبت السرعة بحسن الفرمل، بس ما كان يبتدي معك من الصفر. فدحين السرعة من الصفر ممكن يوقف علينا يوقف السيارة بالكامل. أو بعدين نوصل معك للسرعة 250 بسرعة 30 بسرعة 250 احنا رافعين رجلنا على الفرامل ل 30 250 ايوه يعني ثبتوا مثلا على سرعة نفترض في الاوتوبان وثبت على 250 نفترض او 200 او اي شيء سرعة انت شايفها مناسبة الحين المفروض رادار وحساسات في مجموعة تلاحظ حتى في سنسرز من يمين الشمال وبعدين عندي الهيد اب ديسبلاي هذا اللي هنا مرير المعلومات كاملة اللي هنا 180 degree turn left so now it can be that you lose the radar signal and your شوف دحين الرادار فقد الأثر السارة قدامنا ابتدى يسرع. على حسب السارة اللي قدامنا. ايوه من يوم ما لقط الرادار شوف دحين لقط الرادار لأنه لما لف طلع شوية من زاوية الرادار لما لقط الرادار رجع ثاني مرة ايش فرملة السارة. شوف السارة وقفت لوحدها أنا من حاطط رجلي على بنزين مرة واحدة ولا على الفرامل السارة هي لوحدة مشيت لما فقد بس شوية رجع لقطه ثاني مرة في الرادار وقفت. والله زين ما قلت كسل ايوه وين وي اكتيفيتد باي بولينج ذا سي ليفر ذات از ليتل وان اندر نيس هذا حق الهندسه الحين وين الاكتيفيتد الرادار عندي وين الاكتيفيتد ابتدى تسرع السياره بعدت عنه بس يبرمجوا على شيء معين اللي انت تبرمج السرعه وتبرمج المسافه اللي بينك وبين السياره والسرعه اللي تبغاها خلاص هو يبتدي الرادار يشتغل على هذا الاساس الحين بلف راح من راداري ماني لقطه وابتدى تسرع السياره ثاني مره الحين رجعت ثاني مره هو لقط الرادار الان الحين هو لقطه يبان قدامه على طول عامل مسافه معين ايوه ايوه حسب مسافه مثلا برمجه نفترض 10 متر 5 متر اللي مبرمجه 250 كيلومتر في الساعه خلاص مع البدل انت تركب تقول بروح البيت يوديك سياره
بس عندك الدركسون فقط. ايوه لا وكمان في عندك في الخطوط السريعه لما تثبت الدركسون عندك في الكروز كنترول لو انت سرحت او دعست او ابتدى السياره تطلع عن الخط الخطوط البيضاء السياره تعدل الدركسون شاشه ثانيه. ايوه هي محطه بتسرع. انا اعرف انها كانت في المرسيدس. لا مو هم على تكنولوجيا الالمان متفوقين دائما في المانيا فاذا ابتدى بمرسيدس تلاقي اودي لازم تعمل شيء ينافسها بي ام يعمل شيء ثالث ينافسه هو دائما في عمليه منافسه منه. ولو تلاحظ دائما انتوا بعد 3 سنين لما ينزل موديل جديد يدي مثلا مرسيدس ما ينزل مع البي ام ما ينزل يدي له 3 سنين بعدين الثاني ب3 سنين اي عشان كل واحد يحلل شويه المليارات اللي صرفها في ال عندك الحين الاشكال متغيره بعد 7 سنوات انت دافع ربع مليون نص مليون ريال كمان ما انت مشتري سياره ب 40,000 انا اول سياره نزلت Touch the throttle or pull the ACC lever. شوف مشهد الحين بس ضغط على هذا الزر اليسار. الزر اليسار. إيه ده هتحرك يسار. قلت لك هي عملية.